النظام صار قدامنا بالبناء الأبيض وعلى تحرز قوات النظام تقدما على جبهات الغوطة. تستنفر المعارضة وتستخدم تعزيزات عسكرية حزرما، واحدة من النقاط التي تشهد أعتى المعارك بين الفصائل والنظام. تبادل للسيطرة في المنطقة، تستعيد المعارضة مواقعها ويتقدم النظام في أخرى، والرصاص سيد الموقف في جبهات عدة. قامت قوات النظام بالاقتحام على كتيبة حزرما وبالالتفاف نحوها، وقام بأخذ أكثر من كيلومتر من المجاهدين، ثم تم تجهيز عمل مشترك بين الفصائل، وقمنا بعون الله عز وجل البارحة بالاقتحام عليهم. يتساءل الأهالي هنا عن الهدنة التي وقعتها المعارضة السورية، فأي هدنة والقذائف والصواريخ تدك منطقة المرج في الغوطة؟ وهنا تتكرر المطالب ذاتها، التوحد والعمل العسكري المشترك. دون ذاك ستبقى المعارضة في تشتت وضياع، يفسح المجال للنظام بالتقدم أكثر والاقتراب مما لم يكن في الحسبان. ونكرر ونقول على الأخوة العسكريين، على الأخوة العسكريين كافة، أن يقوموا بعمل عسكري ضخم لردع هذا النظام الكافر. صواريخ، راجمات، طيران، هدنة موقع عليها أمام العالم كله، ولكن هذول المشركين ليس لهم عهد. بشر مع حيواناتهم فروا من منازلهم عقب سيطرة النظام السوري، يفترشون أحياء وقرى ما زالت تحت سيطرة المعارضة. مشهد تكرر في القطاع الجنوبي قبل ذلك، حين انتقلت المعارضة من الهجوم إلى الدفاع، وما زال الأهالي يأملون بصحوة عسكرية تعيد مناطق وتسيطر على أخرى.